ضم جناحك وحط رجلك على القاع، بنادم ميل كل ساعة يصعد وينزل، التواضع ما يخسرك على الأقل لو يوم تعثر، والاسم الله سلك من الحل، أخذ طبع الشمع صاحب فضل على العين، ينطيك الضوى وينازع من يهل، تتكبر تنكره تتواضع يحبوك، القاع تطلع شما تزرع وتشتل. كل الهلا بكم مشاهدينا الكرام متابعي قناة الطليعة الفضائية، طاب مساءكم، هذه حلقة جديدة من برنامج رسائل. ضيفي لهذه الحلقة شاعر مبدع جدا ومختلف جدا، لا يحتاج إلى المقدمات أو الكلمات التعريفية، غنى عن التعريف كما يقال المعرف لا يعرف. نرحب أجمل الترحيب بالمبدع كريم الحاتم، حياك الله. حياك الله سيدنا يا كريم الحاتم، الله يحفظك بعد قلبه مولاي، الله يديمك، هاي شهادة أعتز بها من حضرتك. أنا كنت بقلق يعني كيف أقدمك. الله يسلمك. لا أنا بالنسبة لي سعيد أنه أحضر وياك وربعنا الموجودين، طيب من عندكم الاستضافة. أنت تستحق كل الاستحقاق يا كريم الحاتم. الله يسلمك، الله يحفظك سيدنا، يديمك الله ويعزك. أنا أرد أستغل الحلقة من بداية الحلقة طبعا، ولكن أكو طلبات من الناس وأسئلة جتني كثيرة. طبعا كل شاعر نشره البوست عن الحلقة تجي انتقادات، كريم الحاتم نشرت البوست ما لقيت انتقاد وما لقيت سلبية، فهنيك على حب الناس إليك وجمهورك. الله يسلمك، من فضل الله مولاي. شوف هي أكو قضية، نوبات هذا من السولف اللي بداخلك بدون مثل ما تقول مقدمات، بدون سوالف منا ها يوصل للناس مباشرة بدون كل شيء، الحمد لله، ومثل ما يقال أنه ما يخرج من القلب يصل. كل التوفيق. خلينا نبتعد عن الأسئلة التقليدية أو روتينية، ولكن أكو سؤال يطرح. كريم الحاتمي عايش بيئة بدوية أو شخصيته تميل إلى البدو، اللكنة أو الكلام أو اللهجة تميل إلى البدو، الناس تسأل كريم الحاتمي بيئته بدوية يا ترى، أو كريم الحاتمي متأثر باللون البدوي؟ لا شوف سيدنا كقضية، يقول الإنسان ابن بيئته. نعم. كقاعدة احنا الناس بالنسبة لنا كعشيرة، عشيرتنا ناس اهل بر فيقول، ومعاشرة الناس اللي بالبر يضيف لهجتك، حتى ولو كانت لهجتك هي مو نفسها، لكن يضيف لها بعض المفردات من خلال معاشرتك للناس والبيئة اللي محيطة بيك، لان احنا عشيرتنا ضمن القبائل اللي هي القبائل البدوية. نعم. يعني بني ركاب ترجع التغلب عنزة، فالقضية من متصلة شيء بشيء، وهذا الاتصال أنه إحنا، أنا من وعيت للحياة فتحت عيوني أنه إحنا ديرتنا مسافة عن ناحية النصر تقريبا بالخمسة وعشرين كيلو. إذن هاي اللهجة لهجة بيئتي. لهجة بيئتي، والدليل أنه أنا حتى من وعيت للدنيا لقيت هذا اللون الحدي، لقيت عد شيابنا موجود يتداولونه بالدوالي بالسنة الفلانية بالغزوة الفلانية، فلان قال يمتازون بأهل البدو. فأهلنا خاصة الناصرية بالذات، لون الحدي كان عدنا عد عشائرنا، هو كان تاريخ لكل حادثة تصير. كان شلون الحادثة هاي تتدون من خلال هذا الحدي. كريم بيئتك يعني طالما البيئة الريفية أو البيئة البدوية يعني تمتاز ببعض المفردات الغامضة، تعاملك ويا القصيدة حتى توصل إلى تكون قصيدة عامة تفهمها جميع الناس، بعض المفردات ما تفهمها، شلون تتعامل بكتابة القصيدة ويا لونك ويا المفردات حتى توصل قصيدتك للجميع ما تكون محجمة؟ شوف سيدنا، يقول الإنسان ابن بيئته، هاي ما نختلف عليها، وعمر التصنع ما صنع لإنسان. فعلا. يعني اليوم أنا إذا أريد أتصنع بقصيدتي للناس، أساير الناس ضمن لهجتها، ما راح أتقن القصيدة بالصورة الصحيحة، فتبقى أكو قضية ثانية. القضية الثانية شنو؟ مثلا اليوم أريد أكتب القصيدة، أحاول أتناول عدة مفردات، قسم منها مفهوم للعامية. نعم. وقسم ما مفهوم، حتى ما تكون القصيدة كلها غامضة على المتلقي. أحسن. قسم من عدها كنوبات، ود الشاعر ود كل شاعر أنه ينسئل عن مفردته اللي يطرحها شنها معناها فعلا، ها؟ لكن مو معقول أنه أنا أنسئل عن القصيدة كلها. أكو أبيات نخبوية نقدر نقول، أكو أبيات
أطرحها لبعض المجتمع اللي هو محيط بيه، ومن خلالها ودي توصل اللهجة، ودي توصل مفرداتنا لكل الناس وتفتهمها الناس، حتى ما ينصدم واحد انه سولف لك بديوان سالفة وما يعرفها المقابل، لكن من تنطرح بالشعر وراح ينسئل عنها راح تنفهم للجميع. أحسنت. أنا خلينا استغل الوقت من بداية الحلقة، خلينا نستغل الحلقة بقصيدة على ذائقتك. الله يسلمك. ولو اليوم الطلبات هواي. الله يحفظك، الله يديمك. أقول مقالب ويا روحه وكثراً الحسبات، أي مقالب ويا روحه وكثراً الحسبات، وافتح عين بس الثانية تغمض، عفيات الهموم وشادات احزام، لطمتهن شمر وايامهن تركض، ولا بيهن صغيرة القلت عنها تهون، وين الوقت نومك بيفن تعرض، وين التوي عكتل في بهداوة ليل، ويغط عين الوسن بس حاية وترفض، وين التوي عكتل في بهداوة ليل، ويغط عين الوسن بس حاية وترفض، كل هذا وأكابر وشد داخب آخ، أو عن كل ما جرى لطرف عين تغض، قفضت حجايتي قفضت هدم بتبيت، ويقلوا لعلي من دوم متقفض، قلت لو عاينت وذراع على المقراص أريد الصيب مو بس تنحسب تلمض، ثلاثين نعم منك مولاي، قلت لو عاينت وذراع على المقراص أريد الصيب مو بس تنحسب تلمض، وزنهن عدل يلبين هذا وهاي، أو سولف بس ذهب بالفضة لا تلفظ، أريد حجايتي ما تنسى وتنقال، بدواوين البخت من تنذكر تفرض، بزغر سن وشفت ما شافت الشياب، ومن جد حنواي بصبر روح تلظ، ما عدها قيم دنيانا ما تراد، صفت بطناب بيت أهل البخت تقرض، تعلل ما لقيمة ما عدها قيم دنيانا ما تراد، صفت بطناب بيت أهل البخت تقرض، تعلل ما لقيمة وسدر بيها يصير، وضلوع الوف بخيل آل مية ترضى، وضلوع الوف بخيل آل مية ترضى. الله عليك مولانا. رغم أنه تناولك للقافية قافية صعبة جدا، ولكن مبدع. الله يسلمك سيدنا، شهادة والله. الله يحفظك، الله يديمك، الله يديمك، الله يا كريم، الله يرضى عليك. عندنا فقرة التواصل الاجتماعي ونشوف أنه المخرج شنو محضر لنا من أسئلة. حمود الزهيري، سؤالي لك، الشاعر كريم الحاتمي لمن يميل بكتابة الشعر، هل للهزوجة أم للأبوذية؟ وكيف يكتب الهزوجة والقصيدة، هل على فطرته أم على الأوزان والتفعيلات الشعرية وما تحصيله والدراسة؟ تحياتي لكم ولضيف ولضيفكم المبدع ولبرنامجكم الموقر. شكرا لوجودك يا حمودي الزهيري. طبعا أنا حمودي، هذا السؤال تكرر. هذا السؤال سؤال كلش حلو، وأنا ممنون على طرح السؤال. بالنسبة للكتابتي للشعر، كتابة فطرية بحتة. لمن يكون ميولك يعني؟ ميولي كتابة. إذا تنشدني يعني، هي الهوسة إحنا وعينا بالميدان، إلى أن الميدان خلان. بدايتك كشاعر هزوجة؟ هزوجة أبد، مو قصيدة؟ لا لا أبد مو قصيدة. هي أشوف هسه اليوم إذا تنظر للميدان تنحكى بيه قصيدة فعلا هسه الآن. اليوم الميدان اكو حداثه بالهزوجه، اليوم الميدان اختلف فعلا. قبل كانت الهزوجه ثلاث اشطر ورباط، اليوم الهزوجه الطب تحكي لها قصيده 20 بيت وتربطها برباط وتوصل للناس، وتوصل للناس صح لولا فعلا. هي قصيده، لكن شنو اللي يخليها تختلف عن القصيده؟ هو الرباط. نعم، هنا باستطاعتك ان تقراها على المنصه هي قصيده دون رباط، لكن تقراها بالميدان تحط لها رباط تصير تناولك للابوذية. الأكثر لونياً قريبات الروح يعني، أو أكثر لون قريب كلش يعني أقرب من كل الألوان هو الأبوذية. ليش؟ لأن الأبوذية هو فاكهة مجالسنا يعني، بداياتنا بداية طفولتنا. قال أبو معيشي هيجي، قال جبار الرومي قال هيجي، قال عبد الواحد الهلالي قال هيجي، حج دحام قال هيجي، هاشم فليح، يعني بدون ذكر اسماء، بدون ذكر اسماءنا هوايه من خصوص الناصريه بالابوذيه. الناصريه بصوره عامه ومحافظاتنا الجنوبيه كلهم مبدعين بكل الالوان، لكن نريد نسولف عن الابوذيه بالذات. الابوذيه هو انت من توعه وتلقى أهلك قدامك يسولفون بيه، أكيد راح تحب شكو شيء يسولفون بيه أهلك، أنت راح تحبه فعلا. تحياتنا لأحمد الزهيري. بالنسبة للتحصيل الدراسي ابتدائي، ولكن قصيدتك مع الماجستير. الله يسلمك، الله يحبك، الله يديمك، الله يجزيك. تقل السؤال اللي بعد.
السومري حسين ركابي. طبعا انا تعمدت انه اعرض هذا السؤال لان شخص مفارق صح كريم الحاتم صار له فتره صح بالتوفيق له كل الغالي الله وفرح والله الصراحه مفارقه صار له 5 سنوات مشتاق له خاله وابن عم العزيز كريم الحاتم. حياك الله يا حسين ركابي. الف هلا حسين التركي الحج الهمود. حج الهمود هو امير قبائل بني ركاب. تحياتنا فهذا ازلمه من شيوخ بن رشاب واخوي الغالي وصديقي في فتره من الفترات انا وياه كنا بالدوام سوا ما يقارب 5 سنوات وافترقنا صار لنا 5 سنوات. مهاجر هو يا رب ان شاء الله تعود للوطن سالم. الله يسلمه. انا مالت الله اتعلم له حيل لان الانسان عزيز على قلبه كلش. ننتقل للسؤال اللي بعده. حمزه موفق تحيه حب واحترام للبرنامج الرائع رسائل ولضيفك ابن الناصريه المملوح من شعر الناصريه المبدع كريم الحاتم. سؤالي لضيفك بعض الناس والاكثريه تقول ان المهوال يهوس ويمدح كل شيخ من اجل المال، هل هذا الكلام صح؟ طبعا حتى نكون صريحين اغلب نظره الناس قبل او هسه ما اعرف هاي النظره السلبيه. شوف بكل مجال اكو سلبيات. فعلا بكل جوانب الحياه اكو سلبيات. انا طبعا للمشاهدين انا كريم الحاتمي انه بعيد عن المال، لقيتك بعيد عن المال جدا. الله يسلمك. قضية الله المادية الله يسلمك. شوف سيدنا هو مو المال، هو حتى الله سبحانه عز وجل قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، قدم المال على البنون. احنا المال ما ممكن للإنسان أن يستغنى عنه بحياته. ليش؟ لأن ما معقولة يعني انت اليوم شاعر وقاعد وتمشي للناس كلها وانت تصرف من جيبك وانت ما عندك مصدر رزق. فعلا اكو استحقاق. اكو استحقاق ولكن البعض ظل يتشرف. اها اكو استحقاق، لكن الاستحقاق مو معناها انا اليوم يخابرني انسان يقول لي انا يابا عندي فلان مناسبه وانا ما عندي وانا من محبينك واقول له لا والله الا اريد هالكثر، لا هاي ما عندي. ليش؟ اراعي جمهوري، هاي الناس اللي تحبني اصحاب فضل علي. هو من يدعيني لو ما يحبني ما يدعيني. فعلا ها ما دام يحبني مر علي ومر عليهم، اللي يحبوني غير مر علي ومر عليهم. اكو ناس تنظر للشعر كباب رزق وهذا خطا. يعني شوف هنا اكو ناس مكرسه كل حياتها لهذا المجال. انا ما اقول خطا ولا انقد الناس، كل انسان هو حر بتصرفاته. فعلا احنا هسه حتى لا نخرج من الموضوع، الموضوع الهوسه. سؤال. موضوع الهوسه. الهوسه بهاي الفتره بقمه عطائها. فعلا لكن هذا موجود، هذا الشيء لكن هذا الشيء هذا الشيء موجود بس مو موجود عند الجميع. ها وموجود من ناس شلون خلنا نقول جبرتهم الظروف انه يسوون هيك. ماكو انسان يذل نفسه على مود فلوس الا الظروف جابرته. جوابك ان شاء الله يكون مقنع. ننتقل للسؤال اللي بعده. منتظر قاسم كل الحب والاحترام للشاعر كريم الحاتمي. سؤال ما هو الخلاف بينه وبين المرحوم مصطفى الصقري ولماذا لم يحضر عزاءه ولم يذكره في أي بيت من شعره؟ تحياتنا له منتظر قاسمي. الله يرحمه مصطفى. مصطفى الصقري عفوا. مصطفى الصقري بالنسبة لي أنا بذيك الفترة اللي ظهر بها مصطفى الصقري على الساحة ما كان له ظهور يعني إعلامي، رغم أنه أنا موجود بالساحة من زمان، لكن ظهوري الإعلامي وما عندي علاقة تربطني بهالرجل هذا علاقة شخصية. ولا عندي خلاف وياه لأن أنا أصلا ما أعرفه، أشوف له مقاطع باليوتيوب حالي حال الجمهور اللي موجود بذاك الوقت. إذا ماكو أي خلاف. ماكو كل خلاف وما أجتني دعوة حتى أنا ما لبيت الدعوة لحضور العزاء مال مصطفى الصقري. جوابك إن شاء الله مقنع. تحياتنا لمنتظر قاسم. ناخذ السؤال الأخير. روان حسين عبد اريدك تساله عن شعارات الموجودات لان البعض الشعراء يطلعون باكثر من برنامج يقولون ماكو شاعره بالوسط واكو شعارات الموجودات اللي لهن ابيات جميله وهاي اكو اسماء ما احب اذكر الاسماء وهواي بعد من هاي الاسماء. اولا انا بالنسبه لي من تنشدنا غير اسمع شعر الكل الشاعرات والشعراء بصوره عامه ما عندي واحد معين اسمع له. اذا رايك اكو شاعرات الان شيء طبيعي اكو موجودات ولو ما موجودات ما صار ان اسماء مثل صابرين مثل ذن الموجودات اللي عددتهن الاخت. نعم. ها اكيد موجودات على الساحه
وموجودات بصفة شنو غير بصفة شاعرات؟ فعلا ها؟ فعلا يعني هن لو ما شاعرات ينوجدا ما ياخذن هذا الصدد ما ياخذن بالوسط. خلينا ناخذ قصيدة قبل الفاصل. قصيدة عجايب ناسنا والعقل بيها يحير. يا لهنت الخلقت الكون والأمة الفت قدامهم قالوا خفيف الناس اللذت بكتارهم قالوا ردوا غمة الزلم مات الحجر. اي والله حيرة عجايب ناسنا والعقل بيها يحير. يا لهنت الخلقت الكون والأمة الفت قدامهم قالوا خفيف الناس اللذت بكتارهم قالوا ردوا غمة الزلم ما تنحجر. هذا المثل مقيول الزلم موقف تعد مو منظر وقمة. أكو ميت بطيبة ويانا ظل يعيش وكو هو عدل قالوا قبر طمة عنتر صار بن شداد مو تقدير لو الأفعال كفن السبو لمة الما يندل مكانه يتعب أهليود واللي يندل مكانه يدام بالظلمة الما يندل مكانه يتعب أهليود واللي يندل مكانه يدام بالظلمة مرعز خيطنا بس للعقل مصنوعة حشمة وللسبح ما يرهم تلومة. مرعز خيطنا الله عليك سيدنا مرعز خيطنا بس للعقل مصنوعة حشمة وللسبح ما يرهم تلومة صح كركوشة لبس على الروس يعيش مو سبح العقال بجيبك الضمة الغريب الطاعنك قلطل منك بيك مري لي قالة وتبتدي الحمى الوادم لو حكت هين حكيها نقول لكن حك اخوانك بالقلب ورمى بسك لا تعاتب والعتب شي يفيد ما ندت خجل بمعاتب الطرمة ادك سدرة بنفاها لا تعد سناد ترى وقت الملاقى يصير ابن شرمة عاين بالويوه وميز اليوفون وخذها حكاية مو كل شارب تكرمة النظرة الأولى لك فرز ويوه الناس بس الثانية بيها اعتقد حرمة الله صرت سيد النظرة الأولى لك فرز ويوه الناس بس الثانية بيها اعتقد حرمة صرت سيد قالوا مشيح علينا الماي أو تدوسك مساحيهم لو صرت قرمة الوادم كل شي زين تريده إلها يصير الهدهد مبتلي تيبينا فعظمه الله الوادم كل شي زين تريده إلها يصير الهدهد مبتلي تيبينا فعظمه قدرهن عدل والحكمة بالتقدير يغص بيها ترى اللي ما قدر اللقمة وبالك لا تخسر شفته شكله صغير تراك تظل هدل من تفقد الدقمة الله وبالك لا تخسر شفته شكله صغير تراك تظل هدل من تفقد الدقمة وزرع ربك يبارك بيه وخذ حكمة النخل من يبتدي فصمه الله وخذ حكمة النخل من يبتدي فصمه بعد قلب سيدنا قصيدة مملوءه صور الله يحفظك سيدنا الشهادة الله يعزك الله يحفظك والله يعينك على هاي الحيرة الله يعزك يا كريم حاتم الله يديمك الله مشاهدينا الكرام فاصل قصير وراجعي لكم. كل الهلا بكم مشاهدينا الكرام ورجعنا وياكم مع المبدع كريم الحاتمي حياك الله مرة ثانية. حيا ودوم سيدنا الله يسلمك الله. كريم الحاتمي يعرف عنه أنه كتوم بحزنه ودائما مبتسم. الحمد لله. لك هو شوف لي من الله حياه الله. إحنا أنا عندي رباط أقول بنادم زرع الواحد والمتفلح عزرائيل. الله. ها ف. مرات أكو كلام ما تقدر تبوح الشخص. الترجمة لقصائد يلقونها بالقصائد. شوف هو مو دوم الشاعر يسولف عن روحه بس المواقف أكو نوبات موقف يثيرك يخليك تكتب وأكو لا أكو نوبات يشوف لك معاناة إنسان بالشارع نوبات موقف وياك يعني تكتب الدونة على الورق تسوي شعر ونوبات أكو موقف ويا إنسان بالشارع يشوفه يثير انتباهك دونة هم على الورق حال أكو سؤال انطرح أكثر من مرة كريم الحاتم علي من المحسوبية الكريم الحاتمي ناحية النصر قضاء الشاطرة. شوف سيدنا النصر والشاطرة مثل عيوني إذا أفقت له وحدة تبين خلة بي فعند النصر والشاطرة فتشي
ما أقدر أستغنى عنه، والناس ليها بصورة عامة كلهم أهلي وكلهم ناسي. ترى ولو سؤال يعني دائما يطرح سؤال تقليدي، تأثرك بما تأثرت؟ كشاعر؟ إيه؟ أم كشخصية؟ لا كشاعر. تأثرت بقصيدة بس. المن هاي القصيدة؟ أكو شعراء؟ هواي شعراء، هواي شعراء. اليوم إذا أسمع لك للساحة إذا أسولف لك القصائد قبل اللي كتابة الشعر، أنا ما أقصد هالسلام، قبل كتابة الشعر أو ابتدائك بكتابة الشعر. ترى للمعلومة يعني بداية كتاباتي بالتسعة وتسعين، يعني أول بيت وبذية إلي انكتب بالتسعة وتسعين. عمري 13 سنة. هاي الفترة من 99 إلى 2018 كريم وين؟ كريم داخل العشيرة بميادين العشيرة حاضر وموجود. وتدري قبل ذيك الفترة ما كان أكو توثيق وأكو إعلام مثل هسه، وحتى الشعر كان قبل صعب يوصلنا. يعني لو حافظين الشياب ويسولفونا إياه ها لو ما يوصلك فعلا. بس أنا بالنسبة لي انولدت ببيت كلهم شعراء، أهلي كلهم بصورة عامة، عمامي وإخواني وأبوي وكلهم شعراء. خلينا نأخذ قصيدة. قصيدة طبعا أثناء مسير السنة لزيارة الإمام الحسين. أي هاكو تعليق إنه كريم الحاتم ذاب عقاله حضرة الإمام الحسين هيك وذاب رباط كهج. لا سيد، هاي قبل ولت العام عندنا موكب مهاويل الطف، هذا الموكب نطلع بعقم نهوسات بداخل ناحية النصر. فارتأيت قلت لهم نطلع بدون عقل، فقسم تدري العنجهية العشائرية موجودة، قالوا لا ما نطلع بدون عقل صحبة، نطلع بدون عقلنا. فطلعنا بالشارع ذبيت لهم رباط عقال الماين ذب لهم صابك يا هلي سوان ذب علي الله وشمرت عقالي الله. فصار موقف نذبت العقل كلها بيومها والحمد لله مش الموكب. فسولف لك قضية السنة أثناء مسيرتي للإمام الحسين. أيه. كل سنة أروح للإمام الحسين، عندي طلبات، تدري الإنسان يروح يزور الإمام الحسين وعنده طلبات بصدره هواية. لكن السنة رحت نيتي أنه أطلب من عنده يعاود بأخوي باثنين هالراضي الله. والله فمن وصلنا لقات كان أكو مهرجان استشهد أخوي اللي انفقد بقاعدة سبايكر، الرحمة والمغفرة لجميع. الله يرحمه وتاك، الله يحفظك يديمك الله. فمسيرة الإمام الحسين كتبت قصيدة بالطريق، قلت لي الفاقد عضيدك أنا هم مفقود. الله على هذا الوفاء. الله الله يسلمك. يا الفاقد عضيدك أنا هم مفقود، جرح سبايكر مولاي شي جبر. ترى الفاقد أخي قفل ظهر يصير، وانت أول شخص للخوة كالظهر. حاجيك صدق. ترى الفاقد أخي قفل ظهر يصير، وانت أول شخص للخوة كالظهر. يا أبو السجاد ييتك وأنا بي يهموم، والحدر الضلع طق ونفت صبره. الله يعينك. والحدر الضلع طق ونفت صبره، أنا أول شخص يتمنى خوه مدفون ويوصل للنجف ويشوشي يم قبره. الله. أنا أول شخص يتمنى خوه مدفون ويوصل للنجف ويشوشي يم قبره. وأنا أدري القبر ما رجع المدفون، بس رايدها تصفى ويا الوقت مره. روح القاضية تشاويها حيل الشوق، مشتوفة بحبل وملولة حب حفرة. روح القاضية تشاويها حيل الشوق، مشتوفة بحبل وملولة حب حفرة. قلب مصيوب سكر صعب جرح يطيب، خزن والتهب والطب عجز بمرة. وانا الجرح اشد واكلف بعد من هاي، الذيب اللي ينجرح يحسب خلص عمره. قالوا لابس اسود طولت يا فلان، قلت بثوب الاسود باقي منتظر. قالوا لابس اسود طولت يا فلان، قلت بثوب الأسود باقي منتظره. قالوا ندري جرحك ما تشل جفوف، بس الثوب الأسود شنه لي غيره. قلت الدنيا ظلمة بعيني ما تسواش، يظل الليل ليل إش ما صفت قمره. يظل الله. الليل ليل إش ما صفت قمره. سلامتك مولاي. الله يسلمك. عمرك طويل إن شاء الله. الله يحفظك سيدنا. الله الرحمة والمغفرة جميع الشهداء. الله يرضى عليك. الحمد لله على كل حال. أحس أنه القصيدة مرات أكو قصيدة الشاعر يتعب على صورها ولكن ما توصل. مرات اكو احساس يكتب الشاعر توصل بدون الى انه الشاعر يكتنز بها الصور. قصيده مملوءه احساس وتدخل القلب دون استئذان. الله يسلمك. الله يا كريم. الله يحفظك. كريم التواصل الاجتماعي خدمك؟ اكيد. هو شوف كل وسيله توصلك للناس هي تخدمك. لقيت اكو سلبيات؟
شيء طبيعي. أنا تركت التواصل الاجتماعي. أدري بك أنت مبتعد عن التواصل الاجتماعي. لا أنا تركته لمدة سنة يعني، حتى الجهاز هذا تركته لمدة سنة، الجهاز بصورة عامة تركته، بقى عندي بس تليفون للاتصال. أكو أسباب؟ واحدة من الأسباب، اليوم أنت من توصل للناس، الناس كلها تريد تتواصل وياك، فمن الصعب أن أنت تقدر تتواصل ويا الناس كلها. والمشكلة الأكثرية قاعد يعني شي يصير عندك؟ يصير عندك أبسط مثال رسائل على الخاص، هي رسائل تودي لك الناس السلام عليكم، أنت ملتهي لك لو عندك مريض، لو عندك عمل، لو عندك مهرجان، لو عندك غيرها، ما تقدر تجاوب على كل الناس. فهنا أخواتنا الله يحفظهم ويديمهم يعاتبونا مباشرة، يعطيك إيش دعوة عليك، ليش ما تجاوب، بس الله كبير عمو، مو ذني والله، ترى المجال مو بس هو واحد اللي راسلك، ترى مجموعة رسائل يكون ناس تستعجل بالحكم على الآخرين. فأنا ما ودي، أنا ما ودي أخسر لي ربع إنسان، مو إنسان كامل، ما ودي أخسر لي طفل بسبب عدم تواصله وياه. ودي يكون أتواصل وياهم كلهم، بس ما ممكن أنه تجاوب لك على ألف رسالة. ولكن أنا عندي بجهازي هسه الله يشهد بالألف رسالة، يعني ألف رسالة تقتل لك يومين يلا تجاوب. ولكن كشعر يعني كقصائد خدم كريم الحاتم وصل من خلال طبيعي خدم، وأنا ممنونهم. أنا مو بس التواصل الاجتماعي، الناس اللي محيطة بي وناسنا والجمهور بصورة عامة هو خدمنا بهواية. كريم الحاتمي بعد أنا هواي إجت طلبات تقرأ لنا حدي وأريدها بطورك. أنا حاضر سيدنا. أقول يا الفقيد يا حزامي الظهر بيش التحايا الزملو ولوك لو دواري طولي الدهر ما تلقى ميث لحزايا مخوك. يا قلبي ضايع الشابي عقهار على الرحالة يا وما ويا دعوك يا دمعك يتكتى يا المطار وين الكاليف من فارقك. الله الله يا ابن امي رافقني السهر يوم بيامي عغوشي اذكرك ما تنسى بيا ايامي وشهر يا الفراق يتعيني ابن ابوك يا قلبي ضايع الشابي عقاها الله على رحالة يا وما ويا دعوك يا حسرة فوقي مني الصبر بين الهوى وريتي حبيسوك يا ابن امي رافقني السهر يوم بيامي عغوشي اذكرك يا قلبي صابك بطبر من قال ويا يسمع يجوك. سلامتك سيدي. الله الله يا كريم الله يحفظك هنيك على هذا النص. الله, الله. خلينا نسمع عبوديات. الناس هواي طلبت عبوديات أنا خادم. حتى نسمع قصيده بعد خادم عبوديات. اقول ايش كثر طولت خلقي وانت ما طال قصر ويطل صباحي وانت ما طال الوقت يا ريت ازلمه وانت ما طال وذلنا بكثر ما عال بي يا شفش قد ما حما فاد محشال بسبب شي اللي قشر والنذل صرت بشفوف واحد خبل محشال عفوي فر نهار القيض بي. الله يا لاهي يا لاهي يا عليم الحال يا ربايل وقت ترضى بصريم وشوش يا رباي ندعو النظر بس لك يا رباي لحد ما عشعش البومع لدي واقول اريد القصه هم السواليف قصه الابوديات أيه.
صح. يقول هذاك واحد يحب له وحده بعربهم. اي. وقعد الصبح لقاهم شايلين محمد ربعان. بدون ماكو كل سبب بيناتهم، يعني ماكو خلاف لا بين اهلها ولا بين اهلها ولا بينها وبينها. فكتب ابو ذي ايش قال؟ قال انا لمن عمره وياكم ضعن كم سنه وجفوفه على الهامه. ضعنكم. اشوفه من الفير حمل ضعنكم افع الالمام شد قطعون بيه. اها. يا الرد من الضعن تقول له هنا يا من على الهامه ضعنا جفوفك واليئن مبعد. ضعنا وعلى يوم الذي حدر ضعنا جبر مو شبر ذات حدروا بيه. يقل هسروا لا من خطيه لا حق لهم هلج والعتب وقته. الله. لا حق لهم وعلم من فير باكر لا حق لهم لو ان بالهند ما تبعد علي. تقل لنئن ولان قامت تلحقنا بسبب وقت منديانا. تلحقنا بعد ييتك فلا ظن تلحقنا الصبح زفت على ابن عم الشفيه. يقلها عليل وعلت بالسدر ذبحاه عليك وقلبه مو حصراته. ذبحاه ابن عمك عليه دي صير ذبحاه قسم بدموعك العزن علي. تقل له فلا ورطك بهذه لو ذبحت بنهر تيزاب روحي. لو اذوب حتى شن النجنيه والفلو ذبحته تخسر باثنين هن والنوحليه. يا لاهي شلون حلها فاتح لها تشنت فتحه بدليلي فاتح لها مشت وبروح ناصف فاتح لها ولا هسه اسمع لطم وثغيب بي. الله 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 يحفظك. هذا من مخيلتك لو قصه فعلا حقيقه؟ لا سيد من المخيله. اها والله. قبل أن ناخذ فاصل خلنا ناخذ قصيدة اليوم. أرد أتعبك. أنا خادم سيدنا خادم. أقول على لسان الهلا وأنا بقلب متعوب. أي. القمقم عيمر بس مدرع ومطوس. صحد مقديم من هذاك العام بس بياع در واللي يستمع يدرس. والله والنعم. 30 نعم من شاربك سيدنا. على لسان الهلا وأنا بقلب متعوب. القمقم عيمر بس مدرع ومطوس. صحد مقديم من هذاك العام بس بياع در واللي يستمع يدرس. البايع ماي ويها ينحسب خسران. أهو. مو شان تعد الوادم مفلس. اسمع واشتري وما بي عن المبيوع والمبيوع ما رافق هضل هالحس. كلام بعال صوت مقابل ويا الناس والغير قضاهم محضرة ندس. تعيش السالفة كون بعلات الصوت. أي. مو حلوة السوالف كون هتبسبس. قريت ويوههم وافهمهم وش يردون بس كظن الخجل والله انا ما غلس. عاشرت الخلق سرقوا يا شفت افاق ولقيت الزلم هم مثل الفشك تدقس. عاشرت الخلق سرقوا يا شفت افاق ولقيت الزلم هم مثل الفشك تدقس. عطسان ابيه كل من وعلى فراق وشهادة كلمة الصداق من نعطس. هنس عن محضر ويوه الردى من الناس. ترى العربيد للصيد السمين ينس. الوادم لو غبيت بسطه وزين وشين. الله. ولو صار الحكي ويهب ويه تخنس. طعانة ظهر للمكفى ما يحمون. طلع بإخوان يوسف ناسنا لهم رس. أرفس بس عدل وانا على راس الضيم. طبع بسمار بالحيطان من يرفس. يحتازون ملوش حظوا الفانوس. القمر ينفقد بس بليلة الهندس. القمر ينفقد بس بليلة الهندس. الله الله يا كريم. الله يحفظك. الله يديمك. أحبائي المشاهدين فاصل قصير وراجع لكم. كل الهلا بكم مشاهدينا الكرام. رجعنا وياكم مع المبدع كريم الحاتم. حياك الله. بعد قلبي سيدنا الله يسلمك. الله اليوم اثقلت عليك بس الجمهور لا بالعكس متشوق يسمعك. الله يسلمك. لا بالعكس انت متفضل وانا ممنون من الجمهور. بالعكس انت تستحق كل الاستحقاق. اكو بعض التعليقات يعني انت يمكن لاحظتها. صح. يطلبون الاستفسار يعني معناته امثال. اكو رباط عندك شيء امثال الصفن ما ينشافن بين الترعد وام الغيب. هذا من ضمنها يعني اللي انذكر. عندنا وصف النوبات نوصف به الانسان نقول له انت من طيور الصافات. أيه؟ هي قصه انا ما ادري انه هي واقعيه ولا بس هي عندنا بعشائرنا موجوده. يقول لك طيور الصافات بالسماء وما ينزل للقاع.
ها فوق الغيم وفوق السماء بين الغيم والسماء. فهنا هاي الطيور يقول لك حتى من تبيض تنزل بيضتها قبل لا توصل يطلع طير ولو نزلت فاسده يذوقها ابن ادم يموتك، وقصه لها سالفه بعشائرنا موجوده. وتدري الهوسه موروث عشائري، فعشائرنا تعرف المعنى. هذا البعد بتناولك لهاي المفردات ما تحس انه يصعب على الناس تفسيره؟ لا، مو انا اقول لك ليش. اكو نوبات اليوم انا اريد اسولف مثلا قصيده نبطيه او اريد اسولف حدي، اكيد اكو ناس معينه راح اسولف عليها هذا اللون. فعلا وما سولف لكل الناس. كريم كاتب النبطي؟ كاتب. اها، قبل لا نسمع انه القصيده ايضا، لان طلبوا انه تقرا لهم نبطي. اكو موقف مر بيك الان كتبت لوحه او قصيده تكتبها على موقف؟ ايه، اغلب الناس تطلب القصيده المكتوبه على موقف. صح، المواقف هوايه، واكيد القصائد اغلبيتها عن مواقف. نعم، لكن انا استوقفني فد شيء فد حدث بذن اليومين اللي مضى. احنا نتعدك علم، احنا خلال ذن الثلاث اشهر افتقدنا الاسماء لامعه بالشعر العراقي. فعلا. مثل سريح الزريجاوي، مثل فاضل الغضبان. فعلا، الرحمه والمغفره الله يرحمهم، والحد اولت البارحه رياض الوادي. خساره للعراق رياض الوادي. فانا استوقفتني قضيه، رياض الوادي ما راح ارثي شاعر يرثي له شاعر. فعلا هو يعني شاعر وممثل وصاحب ابتسامه محبوب من الجميع. لا لا، انا انطيك، احنا بوقت كان الموت عند العراقيين طبيعي صار. ايه. ها، بوقت كانت الناس كلها ملشومه والدمعه على عيونها. ايه. كان رياض الوادي هو الانسان اللي يطلع بالشاشه يبذل كل جهده حتى يبذل كل جهده حتى يضيف ابتسامه لهاي الناس اللي ملشومه. فكتبت عنا لوحة. اي نسمح. واتمنى انه تكون لائقة بشخصية هالانسان هذا اللي زرع البسمة على وجوه هواية ناس. يستاهل. اقول له يا طبعك مرح يا راحتك نرتاح. اي يا طبعك مرح يا راحتك نرتاح، يا زارع البسمة بوجه كل ملشوم. يا بسمة وطننا بوقت كان الموت يفتر بالشوارع والمنايا تعوم. اي والله صدق. يا بسمة وطننا بوقت كان الموت يفتر بالشوارع والمنايا تعوم، تضحك حتى نضحك وانت ما مرتاح. الله. تضحك حتى نضحك وانت ما مرتاح، وبقلبك كثير من العراق هموم. وبقلبك كثير من العراق هموم، تنقد نقد ساخر والنقد مريود لأرباب الكراسي الطوله وبالنوم. الله. تنقد نقد ساخر والنقد مريود لأرباب الكراسي الطوله وبالنوم، يا العايش حياتك موش لك للناس. انا قالوا لي البارحه رياض الوادي ما متزوج وحتى ما عنده اطفال. الله. اقول له يا العايش حياتك موش لك للناس. اي فعلا، يا العايش حياتك موش لك للناس، من كلمة يبا لحد موتك محروم. الله. يا العايش حياتك موش لك للناس، من كلمة يبا لحد موتك محروم، شيعنا ابتسامة شعب موش إنسان. فعلا شيعنا ابتسامة شعب موش إنسان، ونباقت غفل ما بيه الليلة ويوم، ردنا يطول عمرك يا الفرح الناس، واستعجل عليك الباري بالمحتوم. الله. واستعجل عليك الباري بالمحتوم. الله. إن شاء الله مثل أمثالك الله يسلمك، ومثل هاي القصائد ان شاء الله يخلد رياض الوادي. والله شخصيه بالعالم. الله يشهد، انا اللي استوقفتني انه هذا الانسان، رغم انه انا كل الشعراء اللي انتقلوا عزيزين علينا ونسمحهم وناسنا وهنا وما يهمنا، رياض الوادي له حق على كل شعر. لكن رياض الوادي ضاف شيء للناس اللي هي الابتسامه والنقد بطريقه يضحكك ويوصل رساله للمسمع. فعلا، وبداخله هو ملشوم. ايه، وبداخله هو ملشوم. قبل لا نسمع قصيده رساله، خلينا نسمع نبطي إذا تحضر قصيدة. بين الليالي وبين حسبات الأيام والآهبات الساكنة في ضميري، يا كسر ضلعي شابه انكسرة الجام، والدمع من عيني يهلك المطير. على ليالي الفرح والفرح ما دام، لابد ندوس الشوك عقبة الحريري، وأقول صح العمر تالي متر خام، وانا على دربة الفضيلة مسيري، خاويت بين اثنين هامي والأعلام، مرفوع راسي وبرغة العزة سطيري، وثلاثين نعم من شاربك سيدنا متبوع، ماني تابع عن طبع الأجدام، مثلي يدي دارت لكن ما يديري، عشتك هوا ما رخصوني للأغزام، خاويت مقلات الجمر والنجيري، صابر وكابر والصبر أجمل أوسام، والطيب من زغري جعلته
عشيري ما يوم كفي للفتن جرد حسام وابليس ما يوم جعلت شويري وابليس ما يوم جعلت شويري الله يحفظك الله يا كريم الله يديمك الله يعزك لكل شاعر رساله اليوم رساله كريم الحاتمي القصيده اللي يعتبرها رساله لمن ستكون رسالتي لكل عشائرنا اها على ابسط الامور واحد مستعد يذبح الثاني على امور تافهه على مود وصلت ارض شبرين يتذابحون اها على مود ابسط فعلا يعني ابسط شيء سيدنا اليوم هذا الانسان اللي اليوم اللي النبي صارت رخيصه مع لا لا, لا لا انت تروح له تحاكي تقول له ابن عمك تعوض املاك الدنيا يقول لك لا لكن ثاني يوم تلقاه مختلف هو ويا على مود وصلت قاع بها دونم ويكتله يمد عليه ويكتله مع كل الاسف اكو البعض يعيش هذه الحاله هذا موجود. موجود هذا موجود هذا أسف. هذا موجود رسالتي لكل عشائرنا والروحي والعشيرتي والناسنا كلها صورة عامة وهاي الرسالة نسمع أقول ودي أقص لكم ليالي بالأحزان لكن بعد ما أقوم ود التحية لكل قوم بلا تحزب وعنوان أهل الخشوم ترتفع على الثري والله والنعم ودي أقص لكم ليالي بالأحزان لكن بعد ما أقوم ود التحية لكل قوم بلا تحزب وعنوان أهل الخشوم ترتفع للثري دار الغضب ما بين شيب وشبان أطماع بم قبورنا دنيوية وصار العناد بين علان وفلان ويروا سراق الباش ذيك المسيه كانت دقايق بين شرح وشيطان وقام الخو بلا راي يذبح خويه ولا من ذكر ربه وتهده برحمانه ولا من ذكر لحظات قرب المنيه ولا من تذكر شايب اللم الاخوان وكانت حكمته براي جمعه عصيه قال العصا من تنفرد كسرها هان الله ومن تنجمع يا ابوي صارت قويه ولا حسبوا جمع العرب ما له عثمان وردوا وديهم من رقبهم دمية صرنا مثل قابيل من وقتها حان يوم الذبح هابين نفسه القضية وصرنا الدواوين الخلق هرج ديوان والراي يبدي والحكم جاهلية وتالي على الكفين بس عض الأسنان بين الندامة وبين ثقلة البلية وأقول وين بالعقل وزن وزان ويطفي نار اللي على الكل سرية ويستحوذ الشيطان في خير الإحسان ويحط عينه بعين ربه البرية وصلي وسلم يلا تسمع القيفان على النبوة آلة وصحبة ووصية وسلامتك اللهم صل على محمد وعلى محمد الله على هذا النص الكبير والرسالة الواعية أنا ما أعرف شو علق على هذا النص الله يرضى عليك أتمنى هاي الرسالة توصل للجميع وأنا أتمنى والله الله إن شاء الله توصل للجميع إن شاء الله كنا هذا أكو يعني من يتعظ بهذه الرسالة إن شاء الله أنا خلص الوقت بدون ما أحس بي وياك أشهد الله شكرا لتواجدك كلمة أخيرة إليك ناسك وجمهورك كلمة أخيرة أشكر كل الإعلاميين الناصرية بصورة عامة اللي ساهموا وأشكر كل الإعلاميين اللي موجودين بكل المحافظات اللي ساهموا بنجاح كريم الحاتم وأشكر أخوي صاحب القناة وصاحب الكاميرا المبدع حسين الفقير أخوي الطيب كل الشكر والامتنان لصاحب القناة باليوتيوب حسين الفقير طبعاً خلف الكواليس ممتن من تواجده الله يسلمك طبعا ابو علي انسان قبل ان نكون اعلامي انسان طيب اما وسيله اكو اصحاب قنوات يعني ما شاء الله خدمنا كنا بصوره عامه فعلا وخدم الساحه باضافه اسماء شعريه للساحه وطيب من هذا من ابو علي وانا اشكر ناسنا واهلنا وجمهوري والناس اللي موجوده والناس اللي متابعتني واشكرك سيدنا واشكر قناه الطليعه على استضافتها وألف شكر للمخرج والإخواننا اللي موجودين فطيب من عندكم يا مولاي شكرا لتواجدك بالبرنامج مشاهدينا الكرام شكرا لكم لحسن المتابعة والإصغاء انتظرونا بحلقة جديدة من برنامج رسائل كونوا في أمان الله